يقدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم. الروح الخضراء رفقة عز الدين صالحة. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. أهلا بكم في الروح الخضراء. هذه الحلقة اللي غادي نتعرفوا من خلالها على تعاونية كتشغل من خلالها عدد من النساء لإنتاج وتسويق المواد الفلاحية الخاصة بالمنطقة ديالهم. الروح الخضراء، مشاريع جديدة كل أسبوع. السلام عليكم. سلام، مرحبا. عزيزة إسماعيلي، رئيسة تعاونية إخلاص قنفودة. نعم، مرحبا بك معنا على أصوات. بغيت تكلمنا على التعاونيه ديالكم، اش كدير هاد التعاونيه؟ كتكلموا نتوما كديروا انتاج الكسكس، تربيه الدواجن، تربيه النحل، كتخدموا في عدد من المجالات. تكلمنا على التعاونيه وقدمها لينا. التعاونيه اخلاص تاسست في 2017. المشروع ديالها اللي كتخدم عليه هو انتاج الكسكس والعجائن بانواع ديالو. كاين الكسكس خماسي، كاين كسكس الصلب، كاين الكسكس ثلاثي، كسكس بالاعشاب، بركوكش كذلك عاوتاني حتى هو كاين المنسم بالاعشاب، بركوكش الصلب، كسكسو بالنبك، كسكسو بالخروب، يعني كاع كنخدموا على هذه المنتوجات الاخرى. التعاونيه ديالنا متكونه من 11 متعاونه، تعاونيه نسويه 100%، نساء قرويات كنخدموا على، وعندنا تربيه النحل وتربيه الدواجن. تربيه الدواجن كنشوف انتم من التعاونيات القلال اللي خدامين فيها، علاش اختاريتوا هذا؟ مع ان كاينين صناعيين كبار في هذا المجال، كاينين، انتم تخصصتوا حتى في تربيه الدواجن، واش كديروا غير البلدي ولا الرومي ولا كيفاش؟ الدجاج البلدي، ولكن المشروع اللي غاديين عليه نيشان هو انتاج الكسكس، هو اللي رحنا خدامين عليها بزاف. علاش؟ لانه هو لقينا فيه اقبال، لقينا عنده اقبال ويعني وتحصلنا على عده جوائز في هذا المشروع، منهم الذهبيات في 2022 ذهبيه، في هذا قلنا على الذهبيه المغربيه، المنتجات المجاليه اننا تحصلنا على عده ميداليات ميداليه ذهبيه وميداليه جائزه تميز. علاش عطاوكم هذا الشيء؟ بالنسبه لان المنتوج ديالنا حصل على هذا الشيء، يعني شافوا فيه واحد الجوده، شافوا نعم ديال المنتوجات المجاليه في المغرب كامل وتحصلنا على الذهب. انتم كيفاش كتحاولوا تطوروا الجوده ديالكم اليوم؟ كيفاش كتخدموا عليها باش تبقاو في هذا المستوى هذا وتحصلوا على هذه الجوائز؟ حنا كنشوفوا اننا نخدموا على داك الشيء البيو، يعني مستقبلا غنبقاو نخدموا غير البيو وسونغلوتا، يعني حتى المنتوجات اللي سونغلوتا، لان بزاف اللي كيدومانديو هذا. غير شنو هي؟ حنا باغيين نشوفوا على حتى نديروا شي مشروع اننا باش نبقاو نخدموا على هذا المنتوج. شحال بكم ديال الناس اللي خدامين في هذا المشروع هذا؟ كاين 11 المتعاونه. هذه تعاونيه نسويه؟ نسويه. وعلاش درتوها نسويه؟ فينا هما الرجال؟ ايوا حنا يا بغينا نخدموا غير حنا يا العيالات، يعني منطقه محافظه، بغيتوا تبقاو بيناتكم، بغينا نبقاو غير حنا عيالات نتفاهموا بيناتنا وهذا، يعني استافدوا السيدات من هذا التعاونيه، هذه فتحت لهم عينيهم، بينات لهم طرقان اخرين. ما بقاوش كما كانوا بكري، يعني واخا المجال القروي انهم استطاعوا انهم يخرجوا للميدان الشغل، انهم بقاو يخرجوا على برا، ما بقاوش كما كانوا غير منحاصرين في الدار، يعني وراهم يعني مكفيين بالعائلات ديالهم. واش التجربه بدات غير بيناتهم كررتوا في الدوار مثلا ولا في المنطقه ديروا هذه التجربه هذه، ولا تلاقيتكم في عدد من التعاونيات اللي كانوا في محول الاميه وبحال هذا؟ بالنسبه لينا كانت عندنا جمعيه من 2003 تأسست، وكنا نخدموا في هذه المجالات بعد الفلاحيه، خدمنا في مشروع تاع الارانب، خدمنا مشروع تاع الدواجن، ومن بعد يعني قررنا اننا نأسسوا تعاونيه في الجمعيه ديالنا، غير دوك النساء اللي كانوا في الجمعيه بهم اسسنا، هما اللي كيخدموا فيها اليوم، بهم اسسنا تعاونيه، كاينين اللي ما دخلوش، يعني كان عندنا بزاف، بقينا خلينا الجمعيه ابار وبقينا نخدموا مع التعاونيه. اليوم هذه التجربه هذه فين باغيين تمشيو بها؟ فين باغيين توصلوها؟ كنشوف يعني كنتو في تربيه الارانب، الدواجن، النحل، اليوم درتو الكسكس، اختاريتو تمشيو في هذا المجال، ربحتو عدد من الجوائز، فين باغيين تمشيو بهذه التجربه هذه ان شاء الله؟ نتمنوا اننا بهذا المنتوج اننا نوصلوا نديروا شركه بهذا المنتوج ونبقاو نسوقوا على برا. وسبقنا اننا شاركنا في معرض خارج المغرب، وكنشاركوا في المعارض لا وطنيه ولا جهويه ولا دوليه.
نعم. اليوم عدد الناس اللي كيسمعونا ولا السيدات ربما وهما كيفكروا بحالكم وبغاو يديروا نفس التجربه، منين يبداو؟ شنو الحاجه اللي خصهم يبداو بها هي الاولى؟ هي الانسان الا بغى ينجح يبدي بحاجه غير بسيطه باش انه يقدر يزيد، لان حنا في البدايه ديالنا بدينا غير بحاجه قليله اننا درنا غير بيناتنا، ويعني ما طلبنا لا تمويل ولا والو، يعني بدينا بيناتنا اننا هزينا واحد الكريدي صغير وبقينا اننا نخدموا غير بشويه بشويه غير تما محلي شويه شويه، بقينا اننا نخرجوا على المنطقه ديالنا اننا نبيعوا، يعني كي قبضنا الكليان وهذا يعني عاد ولينا اننا طورتوا الاستثمار ديالكم، نفتحوا على المعارض، كنمشيو للمعارض، كنمشيو نشاركوا في. بغيت نصيحه من عندك، نصيحه الاسبوع لربما ناس في نفس التجربة ديالكم باقيين يلاه بادين، ولا الناس خدامين، ولا ناس كيفكروا يمشيو يديروا مشروع ديالكم، ولا حتى مستهلكين ديال هذه المواد هذه، شنو تنصحهم اليوم عبر أصوات؟ بالنسبة اللي بغاو يديروا بحال هذه المشاريع ننصحهم بأنهم يبقاو على واحد الحاجة اللي يبديو بها، يعني ماشي أنهم يطوروها، ماشي ما يطوروهاش، غير شنو هي ما يخرجوش على النشاط اللي بداو به. لان الا بغيت تنصح باش ماشي مثلا اليوم راك في مشروع وغدا تكون في مشروع اخر، يعني بعدا حتى يوصلوا واحد المشروع يقدروا من ذاك الاخر يكونوا تعاونيه اخرى ويديروا فيها مشروع اخر، يعني هذا هو اللي ننصحهم باش انهم يخلطوا ما يخلطوش ما بين بين الاختصاصات والمشاريع ويبقاو في ذاك الشيء هما اللي فيه ويديروا واحد الوحده نتاع السلامه الصحيه باش انهم يقدروا المنتوج ديالهم. هذه مسألة مهمة ما تكلمناش فيها منذ البداية، ولكن كيبان مهم أن السلامة الصحية للابيض بحال هذا الشيء البيو ولو مهمين بزاف، تكلمي لنا عليه شوية باش الناس يفهموا شنو هذا الشيء وعلاش مهم التعاونية بحال التعاونية ديالكم. اللي مهم أنك باش أنك دير السلامة الصحية أنك كتكون المنتوج ديالك عنده واحد القيمة ملي كيكون عنده السلامة الصحية، وأنت براسك أنك تحس بأن ذاك المنتوج ديالك إلا خرجته ما فيهش شي حاجة، لأن النساء كيخدموا في واحد الوحدة يعني منسجمين بين بعضياتهم، إلا كان شي كونتيتي كيندار كاملين ماشي بحال أن كل وحدة تخدم في دارها ولا، وكتحاول أنك ذاك الشيء كيكون نقي وبالمعايير اللي أنك تختارهم. نعم، بغيت كلمة الختام من عندك حول هذا المجال هذا، حول المجال التعاوني، والناس اللي كيسمعونا اليوم شنو الكلمه اللي تقول لهم بالنسبه للتعاونيه ديالكم، تعاونيه اخلاص منفوده؟ بالنسبه للكلمه الاخيره اللي نقولها انني نتمنى التوفيق لجميع التعاونيات اللي كيخدموا على هذه المجالات، على هذه المنتوجات المجاليه، ونتمنى انهم يحترموا المعايير اللي يخدموا عليها، ونتمنى التوفيق للجميع. شكرا لك لالا. شكرا. وبهذا مستمعينا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من الروح الخضراء، موعدنا كيتجدد الأسبوع المقبل، إلى اللقاء. الروح الخضراء رفقة عز الدين صالحة. قدم لكم هذا البرنامج من طرف مجموعة القرض الفلاحي للمغرب. مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، التزام دائم.